ينضم إلينا أيضا سعادة النائب أمين جودة، عضو مجلس النواب بدائرة العريش بشمال سيناء. يعني سيادة النائب، شمال سيناء لها طبيعة خاصة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كيف تعتقد أنه سيكون الوضع بشكل عام في شمال سيناء؟ وهل تواصلتم مع القيادات الأمنية في شمال سيناء بشكل عام؟ وكيف كانت رؤيتهم لعملية الاستفتاء؟ أتوقع إقبال كما تعودون مواطني شمال سيناء يكون يحقق أكبر نسبة تصويت على مستوى الجمهورية كما حدث في انتخابات الرئاسة 2014. أما الجهات الأمنية هي شايفة شغلها بدون اتصالات، وشغالين في تأمين اللجان الرئيسية وبيجهزوا كل حاجة تعمل على راحة وصول الناخب إلى لجنته بكل سرور وما يبقاش في اي مشاكل. طيب سعادة النائب، أنت ممثلا عن شمال سيناء وممثلا عن يعني أهلنا في شمال سيناء، ما هي الرسالة التي تتوجه بها لأهلنا في شمال سيناء قبل يعني ساعات قليلة على بدء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت والأحد والاثنين القادمين؟ لابد أن تكون إيجابي حتى تثبت حقك الدستوري المطلوب منك كمواطن، لأنك أنت في عين أصحاب القرار وفي عين أصحاب في الدولة كلها إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سعادة النائب أمين جودة، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء.